فتيجي تتكلم النهارده بقى، طب انا، طب اللي جاي هعمل ايه؟ انا يوفط وبتتقطع، طيب اقابل الناس ازاي بتاع ضوء الجامعه العموميه؟ انت مش قادر تاخد حقوقك الانتخابيه كمرشح كمرشح للعضويه كمرشح، انت مش عايز غير العداله بس ليا ولغيري. والجمال وما تختار ما تختار مؤكد، وزي ما بقولها اياك، اي شخص بينظر للامور بنظره سطحيه ان يقول لك ده ضد فلان، والله انا لا ضد المستشار مرتضى ولا ضد احمد سليمان، انا ضد الامور الخطا. انت دخلتني ولحد الان مثلا صرف لنا 100,000 ولسه الانتخابات ما بداتش، ابدا ولا كفايه فرمل؟ لا فرمل، هشوف بقى افكر. انت دلوقتي بتفكر؟ طب ما انت، هو انت لما تقطع يعني لك لوحاتك ومش عارف تقابل الناس اخش اسقط؟ يعني اخر مره دخلت كنت واخد لي 2000 وشويه صوت. يعني انت ممكن الوقت ممكن اقدم اعتذاري بكره. انت ناوي تقدم اعتذاري بكره؟ لا مش ناوي، يعني انا بقول ممكن ده لو شايف انه بعد ما اللوحات الشركه النهارده بتكلمني هتعملها هتتقطع تاني، دي تبقى مصيبه، يبقى مقصود هذا الشخص او مقصود اي شخص يقول كلمه حق. مقصود اي شخص يقول يعني انت كلمة لو حصل حق ده تاني هتعتذر على الانتخاب؟ مليون في الميه. يعني انا اللوحات المفروض بتركب النهارده او بكره الصبح، اتقطعت اللوحات تاني وهتبقى قدام وموجوده في النيابه برضو وقدام الناس، اتقطعت لا انا هقدم. حضرتك حاططها في قدام النادي وفي ميدان لبنان في اماكن حيويه؟ حيويه في منطقه، بقول لك في ميدان لبنان نفسه وقدام النادي. لا وانت واخد اماكن مفترض بالتصريح من الحي والشركات اللي هي واخده الحقوق دي، يعني انت في طبعًا الاخر طبعًا يعني طبعًا انت ما خالفتش القانون يعني 100%. فتيجي النهارده اما انا ابدا الكلام ابدا شغلي بالطريقه دي.